الأول بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت مصطفى إسماعيل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وبعد محمد صديق منشاري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. شكرا جزيلا.